السلام عليكم، هنكمل مع بعض شابتر 2 آخر جزئية فيه. هيتكلم على الـ variables، في جزء تاني هيتكلم على format، شكل الفورمات. طيب هي القطعة دي يعني بتتكلم عن ايه الأخطاء اللي ممكن تقع فيها وانت بتكتب اسم متغير. وانت بتكتب اسم متغير يعني مثلا ما ينفعش المتغير يبتدي برقم، تقول لي واحد اكس مثلا، واحد ايه بيساوي مثلا 2، الكلام طبعا غلط. فهنا شويه قواعد هيقولها لك علشان ما تعملش الحاجات الغلط دي. بيقول لك variable name consists of letter، يعني اسم المتغير ده a b c d بيتكون من حرف يعني followed by any number of letters or digits or underscores. يعني ممكن يبقى تحط بعديه اي حاجه، مش مشكله، ممكن تحط فيه بعديه يعني رقم او حروف او صفر واحد حروف يعني او digits او underscores. يعني ممكن نعمل كده مع بعض، او ممكن تقول a مثلا 1 underscore a1 بيساوي مثلا 2. ممكن تقول مثلا a underscore 1 بيساوي 2. ممكن مثلا تقول ايه تاني underscore digits كده. يعني يقول لك the variable's name، the first character of the verb's name should not be a number. يقول لك يعني ما ينفعش تحط رقم في بداية الايه المتغير زي ما احنا عملنا قبل كده، لو زي ده كده ما ينفعش تحط رقم في بداية المتغير. MATLAB is case sensitive. It is test. بيقول لك يعني في بيختلف ما بين الكابيتال والسمول. يعني لو انت قلت لو قلت ال n small بيساوي 1، ال n capital بيساوي 2. طبعا ال n small قيمة تانية غير ال n capital، والاتنين n بس دي small دي capital يعني مختلفين. يعني لو قلت n زائد 1، قلت مثلا n ال n بواحد، n زائد 1 هيساوي 2، لكن n capital زائد 1 هيساوي 3 على حسب ما هي متعرفة. لأن كابيتال متعرفة 2، لأن سمول متعرفة 1، فبتختلف تكتب سمول أو كابيتال. The maximum number of characters of variables name in MATLAB 63 حرف. ماشي، دي معلومة إن أكثر متغير تكتبه 63 حرف. To determine the maximum number of characters of variables name، بيقول لك عشان تعرف أكثر يعني اللي هو 63 حرف ده، عايزين تطلعه على الشاشة بقى. بتقول إن أي عدد، مش لازم إن يعني، أي متغير سوري name length max خلاص. فأنت أو أنتي بصي حضرتك، أي عدد أي متغير إيه مثلا، القاعدة بتقول إيه name length max، name length length max، كاتبها length صح كده L E N G T H L E N G T H max. طبعا عندي كورديكس بيعلق طبعا، فاخد من هنا max. هيقولك 63. يبقى ايه equal name length max؟ هو ده اقصى عدد متغير تعرف تكتبه، يعني تعمل اقصى عدد للمتغيرات يعني ممكن تسجلها 63 متغير. name length او طول المتغير يعني مش تفرق معانا، اللي يهمنا العمليات الحسابية اللي احنا نشتغل فيها دلوقتي. The equal sign in MATLAB is called assignment operator takes the following form. تمام، بيقول لي طبعا ان equal دي معناها assign يعني هتضيف لها قيمة. فلو قلت مثلا ان بيساوي 63 يبقى ان بيساوي 63، حطيت اي رقم تاني هيحط الرقم ده جوه المتغير ان، بحيث انك ممكن تاخد المتغير ده تعمله في اي عملية حسابية يبقى نيابة عن الرقم. يعني انت عارف ان بيساوي 63 خلاص، ان بتساوي 1 ماشي، خد ال ان بقى قول ان مثلا زائد 2، يبقى قول 1 زائد 2، اكنك بتقول 1 زائد 2 يعني توفيرا للسطور البرمجة.
the right side of the assignment operator can be a number or a تمام. بيقول لك انك ممكن تحط الناحية التانية رقم يعني مفيش مشكلة، لانك بتضيف حاجة جوه المتغير ده، فاكيد طبعا هتحط رقم، لكن مينفعش تحط رقم في بداية الايه اسم المتغير، لكن بعد الايكوال ساين ينفع. يعني num underscore students equal 25 23 24 ده صح. avoid the names of built-in function، يعني ما تستخدمش دالة وتحطها كمتغير. يعني ايه؟ يعني احنا عارفين مثلا في دالة اسمها المحدد determine اللي عاملة كده، دي اسمها دالة، ما ينفعش تقول الدالة دي مثلا بتساوي واحد، هيقولك غلط، لأن هي بتحط حاجة جوه الأقواس وبتشيل equal sign دي بالشكل ده. خلاص هنتطرق لها بعدين. فما ينفعش تاخد دالة من الدوال المتسجلة في ال دالة ثابتة يعني ما بتتغيرش، تيجي انت تغيرها وتعملها كأنها اسم متغير. زي ما اتفقنا انك لو عملت اي عمليات حسابية، عملت سجلت في ايه مثلا اسم متغير، اسم المتغير ده سجلت فيه رقم، والتاني سجلت فيه رقم، والتالت سجلت فيه، ممكن المتغير التالت يبقى عملية حسابية مختلفة مفيش مشكلة. طب ايه الحاجة الـ invalid؟ These are invalid assignments. ايه الحاجات اللي ممكن تبقى غلط؟ طبعا لو حطيت رقم في المتغير، ودي علشان عملت space وما حطيتش underscore، عملت space من غير ما تحط underscore. في شوية قواعد كده برضو، لو انت مثلا سجلت عملت اي عملية حسابية وعايز تعرف اخر عملية حسابية عملتها، بتستخدم answer بالشكل ده. قلت مثلا 1 زائد 2 بيساوي 3، انت عايز تعرف اخر عملية حسابية عملتها هي التلاتة دي، فبتدوس answer بالشكل ده ودوس انتر، هيقولك 3 برضه. باي دي متسجلة في البرنامج اساسا 3.14 من 100، 3.14 من 100 ثابتة يعني. يعني لو كتبت باي في البرنامج زي ما هو عامل كده 3.14 من 100. ايبس the smallest difference between two numbers which equals to، هنتطرق ليها في موضوع تاني. هي اي يعني الاساس 10، اس رقم، ايه الرقم بقى؟ اس سالب 16، اس سالب 16. طبعا لو قلت اي يعني imaginary، عدد تخيلي، يعني كتبت اي هيطلع لك رقم غير حقيقي، اكنك قلت جذر سالب 1. الجي same as i، نفس الكلام. ان اي ان يعني stands for not a number، يعني ليس رقم، ليس رقم، يعني صفر على صفر مثلا ما يعطيكش يعني قيمة غير معينة، قيمة غير معينة زي صفر على صفر. لما تيجي تعمل تحليل بقى وكده بالحسابات تعرف تطلع الأرقام اللي موجودة يعني. فهو عمل عمليات اهو، باي بتساوي 3.14، ابس بتساوي رقم، الانفينيتي دي انفينيتي اللي هي الرمز ده طبعا بتسجل في البرنامج بالاسم انفينيتي. تمام، كل ده مفيش ده اي مشكلة يعني. طبعا اي رقم يحط جنبي اي يبقى رقم ده تخيلي، يبقى رقم ده تخيلي خلاص، فيقولك not a number. كل ده برضو يعني بيفهمك يعني العمليات عبارة عن ايه، لكن في التمارين ما مش بالنفس مش بالكلام ده يعني مش بالتفصيل ده، يعني مش لك في الامتحان not a number وكده، يعني تلاقي في عمليات اجمل بكتير. دي ثوابت طبعا، الباي والابس والانفينيتي are usually not redefined since they are used in many applications but others sometimes redefined. دي طبعا حاجات ثابتة يعني متغيرة ثوابت في البرنامج، لما تحط الباي طلع لك 3.14 من 100 وهكذا، لكن ممكن تغيرها، ممكن تغير قيمتها، بس احنا مش هنحتاج نغير قيمتها دلوقتي. لو قلت y بيساوي 8 يبقى انت دخلت رقم 8 جوه المتغير رقم y. لاحظ ان الـ percent دي والبراكت ده
والبرسنت دي والبراكت دي، ده لو عايز تعمل اكتر من سطر ما يظهرش في الشاشة، يعني ما يظهرش في الخارج. ده مجرد كومنت، تمام؟ الكومنت ده بس ليك انت يعني، عشان توضح لنفسك انت عملت ايه في الخطوة دي. نفس الكلام دي كلها عمليات حسابية احنا خدناها المرة اللي فاتت، الباور والسكوير وكل الكلام ده، تمام؟ طيب نكمل الفيديو الجاي في commands for managing variables.